قادة النصر. المشير أحمد إسماعيل، مشير النصر. المشير أحمد إسماعيل هو القائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، والرجل الذي أعاد الهيبة للجيش المصري بعد أن أثبت فشل نظريات العدو وتسبب في تغيير قادته أثناء الحرب. ولد أحمد إسماعيل علي في 14 من أكتوبر عام 1917 في شبرا، وتعلم في مدارسها الابتدائية والإعدادية، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية حاول الالتحاق بالكلية الحربية لكنه فشل، فالتحق بكلية التجارة، وفي العام التالي عاد للمرة الثانية ليتقدم للكلية الحربية، فتم رفضه مرة أخرى، لكنه أصر أن يذهب للمرة الثالثة، وكان بصحبته زميله محمد أنور السادات، وتم رفضهما معاً لأنهما من عامة الشعب، لكنهما لم ييأسا وذهبا في العام التالي ليتم قبولهما أخيراً. شارك إسماعيل في حرب فلسطين 1948، وبعد عامين حصل على ماجستير في العلوم العسكرية. وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 كان قائد للواء الثالث في رفح ثم في القنطرة شرق، وكان أول من تسلم مدينة بورسعيد بعد العدوان، وبعد سنوات تولى قيادة قوات سيناء ثم صار رئيس للقوات البرية. وفي أكتوبر 1972 اختاروا الرئيس السادات ليكون قائد عام للقوات المسلحة ليبدأ إعداد الجيش لأهم مرحلة قبل الحرب. واستطاع الفريق أول إسماعيل مع الفريق سعد الدين الشاذلي واللواء عبد الغني الجمسي وضع خطة الحرب وتجهيز الجيش ليوم العبور، ووضع إسماعيل أمامه عدة أهداف للحرب، منها الهدف السياسي الاستراتيجي، ويتمثل في إثبات فشل نظرية الأمن الإسرائيلية التي تعتمد على الحدود الآمنة. أما الهدف العسكري فهو هزيمة العدو في سيناء والسيطرة على مناطق ذات أهمية استراتيجية تهيئ الظروف المناسبة لتحرير الأراضي المحتلة بالقوة.